السعرات الحرارية في الألبان الحيوانية تختلف السعرات الحرارية في الألبان الحليب باختلاف محتوى الدسم الموجود بها، وذلك كما يلي: يحتوي كوب من الحليب البقري كامل الدسم على حوالي 150 سعر حراري، 71 من هذه السعرات من الدهون. يحتوي كوب من الحليب البقري قليل الدسم على حوالي 110 سعر حراري. يحتوي كوب من الحليب البقري خالي الدسم على حوالي 80 سعر حراري. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة: السعرات الحرارية في الألبان النباتية. تعتبر الألبان النباتية أيضا خيارا محتملا في الأنظمة الصحية، وتشمل السعرات الحرارية في الألبان النباتية ما يلي: يحتوي كوب واحد من حليب اللوز غير المحلى على حوالي من 30 إلى 60 سعر حراري. كوب واحد من حليب جوز الهند الخفيف أي الموجود في العلب الكارتون وليس السميك الموجود في العبوات المعدنية على 50 سعر حراري. كوب واحد من حليب الصويا غير المحلى يحتوي على من 80 إلى 100 سعر حراري. كوب من حليب الأرز يحتوي على 120 سعر حراري. نقطة: اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. السعرات الحرارية في الحليب المجفف. عند الحديث عن السعرات الحرارية في الألبان فلا يجب إغفال الحليب المجفف. يحتوي ربع كوب من الحليب المجفف أو اللبن البودرة على 159 سعر حراري، وفقا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. لذلك فإنه استنادا على نظام غذائي قائم على 2000 سعر حراري، يمثل ربع كوب من الحليب المجفف حوالي 8% من السعرات الحرارية التي تحتاج إليها يوميا. إن فاعلية اللبن البودرة في زيادة الوزن أو إنقاصه تتوقف على مقدار ما تستهلكه منه، بالإضافة إلى طبيعة النظام الغذائي الذي تتبعه وعدد السعرات الحرارية الأخرى التي تتناولها. وهدفك من النظام الغذائي من حيث اكتساب الوزن أو فقدانه. السعرات الحرارية في الزبدة. نقطة: اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. تحتوي ملعقة كبيرة من الزبدة على حوالي 100 سعر حراري فقط، وهي تعتبر الخيار الأقل في عدد السعرات الحرارية مقارنة بالسمن وأيضا زيت الزيتون الذي تحتوي ملعقة كبيرة منه على حوالي 120 سعر حراري. وهذه قد تكون نتيجة مفاجئة للبعض أن الزبدة التي يعتقد الغالبية من الناس أنها ثقيلة على المعدة وتسبب زيادة الوزن، تحتوي في الواقع على عدد سعرات حرارية أقل من زيت الزيتون. إن الزبدة هو بلا شك من المكونات التي يمكن أن تحول مجرد أطباق عادية إلى رائعة، فهي تتميز بنكهة ومذاق يضيف طعما غنيا إلى جميع الأطعمة التي تضاف إليها. ليس هذا فحسب، بل أنها تقدم العديد من الفوائد الهامة لصحة الجسم مقارنة بالسمن وبعض المواد الدهنية الأخرى. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة: السعرات الحرارية في الجبن القريش. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة: تختلف السعرات الحرارية في الجبن القريش اعتمادا على محتوى الجبن من الدهون، حيث يحتوي كوب الجبنة القريش الكامل الدسم على 220 سعر حراري، وهناك نوع قليل الدسم يحتوي على 160 سعر حراري للكوب، بينما يحتوي الكوب من النوع خالي الدسم على 100 سعر حراري فقط. واستنادا إلى عدد السعرات الحرارية في أنظمة فقدان الوزن، فإن الجبن القريش خيار رائع في نظامك الغذائي، حيث يمكن اللجوء إلى الأنواع قليلة أو منخفضة الدسم، فهي الأكثر منطقية وفائدة لك في هذه الحالة.
اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة السعرات الحرارية في الجبنة الفيتا. يحتوي جبن الفيتا على سعرات حرارية أقل من الكثير من الأجبان الأخرى، حيث تحتوي الونصة منه على 75 سعر حراري فقط. ولأن إنقاص الوزن قائم على تقليل السعرات الحرارية في الأطعمة التي يتم تناولها على مدار اليوم، وبالتالي خلق عجز في السعرات الحرارية، فإن هذا يجعل تناول جبن فيتا للرجيم خيارا جيدا لمن يقومون بعمل حمية غذائية. شيء آخر يجعل الجبنة الفيتا خيارا جيدا هو أنها تمتلك نكهة غنية، كما أن الكمية القليلة منها تكفي، وهي خاصية يبحث أغلبنا عنها عند شراء نوع معين من الجبنة الفيتا القابلية للفرد على الخبز. لذلك فيمكن بقطعات صغير منها مع الخبز الأسمر الحصول على وجبة مشبعة منخفضة سعرات الحرارية. اقرأ أيضا: جبنة فيتا للرجيم، هل هي صحية أم لا؟ والقيم الغذائية فيها. والآن أعزائي القراء، نتمنى أن نكون قدمنا لكم كل ما يهمكم عن السعرات الحرارية في الألبان بأنواعها ومنتجات الألبان أيضا. وإذا كان لديكم أي استفسار طبي يمكنكم استشارة. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية.